يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الخميس طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد، بارد على باقي الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غداً في عدد من محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 21-14، الإسكندرية 21-13، مطروح 21-11، بورسعيد 21-12، الإسماعيلية 22-13، وإلى السويس 22-12، العريش 21-11، طابة 22-14، شرم الشيخ 25-17، والغردقة 25-16، إلى الأقصر 24-10، أسوان 25-11، الوادي الجديد 23-10، وشلاتين 26-18، وحلايب 25-19. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.